أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، الجثث المتفسخة في الجانب الأيمن للموصل، عجز أم إهمال حكومي؟ وفي المحور الثاني نناقش مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء اللبناني بحق زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي. فاصل ونعود إليكم. قالت وكالة فرانس بريس إن الجثث المتفسخة لا تزال تملأ شوارع المدينة القديمة في الجانب الأيمن للموصل وتعرقل عودة النازحين. ونقلت الوكالة عن مديرية الدفاع المدني في المدينة بوجود صعوبات بإدخال الآليات الثقيلة في الأزقة الضيقة، ما يضطرهم إلى استخدام المعدات البسيطة للحفر، وأشارت إلى ضرورة إخراج هذه الجثث قبل موسم الأمطار الذي سيزيد من تعفن الجثث وتلوث نهر دجلة وانتشار الأمراض. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. أكثر من 6 أشهر من السيطرة على مدينة الموصل، والجثث لا تزال تملأ شوارع المدينة القديمة المدمرة في الجانب الأيمن. وبخلاف ما أعلنته مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى عن انتهاء عمليات انتشار جثث من تحت الأنقاض، يؤكد تقرير لوكالة فرانس بريس أن جثث المتحللة ما زالت تؤرق حياة السكان وتعيق عودة الكثير من النازحين إلى بيوتهم. أساسا ما تفوت للمنطقة من وراء هاي الجثث ومن وراء هاي الرياحة الغيحة اللي هي من تلي غيحة وميكروبات وجراثيم، وتخاف يعني هم تخاف شو اسمه من تتمرض، وتخاف لا ينقل لك عدوى شغله من الجو. ثاني شيء لحد الماي، كل هذا لازم كله يتنظف، كله ينشال. قليل من المغامرين يدخلون احياء الموصل القديمه، لكنهم يضعون الاقنعه على وجوههم بسبب رائحه التعفن القويه التي تفوح في المكان، حيث يخشى السكان في شكواهم الى المسؤولين المحليين من انتشار امراض وبائيه كالطاعون وسط اهمال الحكومه لنداءاتهم. بس ممكن انت بموجب عملك تقدر تتصل بشكل ولو ما مؤثر، بس اسمعت لو ناديت لعله يتذكرون. لا عمي راح اضغط هسه اسوي بها كتب، وراح هسه اسوي مناشده، وراح احكي بالاعلام. كل ما نتكلم هذول ما اختلفنا، خلينا نجعل بس ما نخليهم وباء. لا انزيلهم رحم الله والديك، هذا راح اذا الوباء اصيب بهالمنطقه هاي راح ينتشر يصير عمي الى غير المحافظه. هسه احنا زايدين. هذه الجثث المتروكه وسط طله الدمار الكبيره المطله على نهر دجله، يحذر عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار من أنها تهدد بكارثة إنسانية في حال تلوث النهر بفعل تلك الجثث، لا سيما مع موسم الشتاء والفيضانات، فسيكون من شبه المستحيل تنقية المياه لأن محطات التكرير في المنطقة دمرت بفعل 9 أشهر من المعارك الدامية. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من لندن، فمرحبا بكما معنا. أستاذ بهجة، أبدأ معك. أكثر من 6 أشهر على استعادة السيطرة على مدينة الموصل وما زالت الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، ما الذي يمنع حكومة حيدر العبادي من انتشال هذه الجثث؟ اللي يمنعها يا سيدي نوع من الإذلال، يراد أن تصل الرسالة إلى أهل الموصل الأعزاء أنه لابد أنه تدفعون الثمن أكثر فأكثر، وإلا فهمني يعني هل يعقل دولة وحكومة وعدها كل هذه الإمكانات وبعدين المدينة كلها تفلشت لما أسمع أنه الشوارع الضيقة وعدم إمكانية دخول آليات، وأنتم شبقيتوا بالمدينة أكثر من 90% أخي عمر تم تدميرها داخل الساحل الأيمن، يعني هل عملية إزالة هذه الجثث عملية صعبة على دولة وعلى حكومة؟ لا يا سيدي، لكن متعمدة، يراد إيصال الأوبئة والأمراض، وباستمرارها سيتم إذلال الناس وإهانة أبناء المدينة، وهذه هي رسالة هذه الحكومة، وإلا يعني النازحين كيف راح يعودون يا سيدي؟ ولا أستبعد أن تبقى هذه الجثث إلى الانتخابات في رسالة إلى هذه المجموعات البائسة من الأحزاب مال مدينة الموصل وغيرها من المدن اللي على أساس أنه تريد تصر على عودة النازحين. الحكومة وهذه الكتل وأتصور وراءها قاسم سليماني أنه حاولوا
الديمون عملية بقاء الجثث أطول فترة ممكنة من أجل أنه أبناء هذه المحافظات لا ينتخبون هذه المجموعات البائسة ولا يعودون اللي لحد ولا طبعا ما راح يعودون. وهذا يخدم مصالحهم لأنه أكيد راح الناس تنقم على هذه الكتل السياسية اللي موجودة بالموصل. وإذا أجريت انتخابات فأكيد راح ينتخبون الناس أي شخص خارج هذه المجموعات وخصوصا من الكتل السياسية اللي الحين راح تكون موالية للعبادي أو للمالكي أو لهذه العصابات اللي جاءت من إيران. نعم دكتورة فاطمة، الأستاذ باجت اعتبر بأنه تعمد من قبل حكومة العبادي بعدم انتشال هذه الجثث. إذا كانت حكومة العبادي عاجزة، إذا افترضنا عن انتشال الجثث في مدينة الموصل القديمة، فما هو المانع من استعانتها بفرق دفاع مدنية من دول أخرى كما استعانت وتستعين بقوات لتدمير هذه المدن؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام وحيا ضيفك الكريم. كما تفضلت، يعني ما المانع أن تستعين الحكومة العراقية بفرق دولية من أجل يعني انتشال الجثث؟ إذا هناك تعمد حكومي من أجل أن تبقى هذه الجثث في الشوارع. يعني هناك نقطة مهمة من أجل هاي يتم ترك الجثث في الشوارع ولا يتم انتشالها، لكي لا تتضح حجم الجريمة والكارثة التي حلت بالموصل. لا ننسى أن الكثير من المنظمات الدولية والمراكز الحقوقية وثقت ما حدث لمدينة الموصل من هجمات، من جرائم حرب تمثلت في الهجمات العشوائية، تمثلت في اتباع أسلوب سياسة الأرض المحروقة ضد الموصل في عمليات عسكرية استمرت منذ أكتوبر 2016 إلى صيف 2017. يعني الكثير من الأسلحة المدمرة وتم يعني تجربة أسلحة نوعية قوية وثقيلة، تجد العديد من الأطنان قنابل قوية استخدمتها التحالف الدولي في العمليات العسكرية في الموصل. الهجمات وباعتراف القادة، ما يسمون القادة العسكريين في العراق، كيف كانوا يستخدمون الصواريخ في الأحياء المدنية انتقاما من أهالي الموصل. إذا كانت هناك عملية قتل منظمة لأهالي الموصل. انتشال الجثث يعني فضح لهذه الجريمة، والحكومة العراقية والتحالف الدولي معها لا تريد فضح هذه افتضاح هذه الجريمة، وإلا هي ليست فقط مسؤولية الحكومة العراقية بل أيضا هي مسؤولية التحالف الدولي الذي هو مشارك للحكومة العراقية في هذه العمليات العسكرية، بل هو القائد لهذه العمليات العسكرية. أين التحالف الدولي؟ جميعهم تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه المدنيين في الموصل وارتكبوا جرائم ضد أهالي الموصل، ولهذا الآن يجب أن لا تفتضح هذه الجريمة. يتم انتشال الجثث وسوف يتم انتشال المزيد من الجثث، حيث أن لا زال الكثير من أهالي الموصل يعني يبحثون عن يعني أبنائهم وأهلهم، ويعني الكثير من المفقودين من أهالي الموصل. وكما لابد أن نتذكر أن أصلا مدينة الموصل كانت يعني هناك أبوات ناسفة مزروعة في داخل أراضي يعني الأرض في الموصل. أين هذه الأبوات؟ هذه بالتأكيد تفجرت وأدت إلى سقوط الكثير من القتلى. وهذا طبعا يؤكد أن التحالف الدولي وحكومة العبادي لم تتخذ التدابير اللازمة من أجل حماية المدنيين. لا ننسى أن لم يتم توفير ممرات آمنة للمدنيين، مما أدى إلى سقوط الكثير من المدنيين بنيران القصف أثناء فرارهم. أيضا العمليات الإغاثية كانت ضعيفة جدا بل لا وجود لها، لا يتم السماح لفرق الإنقاذ بالدخول، لا يتم السماح للمنظمات الإغاثية بالدخول، حتى أن نوفل العاقب أيضا ارتكب هذا الفعل ومنع الفرق الإغاثية. إذا هناك جريمة متكاملة في الموصل ويراد لها أن تبقى طي الكتمان أكبر قدر من الوقت لكي يتم تنافي هذه الجريمة. ولكن يعني لا ننسى أن هناك توثيق لهذه الجرائم وسوف لن يثبتوا من هذا العقاب. نعم أستاذ باجت، بلغة الأرقام إذا تحدثنا اليوم، وزير الهجرة والمهجرين الجاف صرح بأن نحو 900 ألف
شخص من أهالي محافظة نينوى ما زالوا نازحين خارج المحافظة. إذا كانت الحكومة لم تستطع انتشال جثث مرمية بين الأنقاض، كيف ستستطيع إعادة النازحين وإعادة البنية التحتية لمدينة الموصل وهي تستقتل على موعد الانتخابات؟ شوف يا سيدي، الحكومة متعمدة. أحد أهم الركائز أنه لا يريدون عودة النازحين في سبيل أنه يتم في المدينة انتخاب ناس من الأطراف على أساس أنه هؤلاء حلفائهم في العملية السياسية مقربين من العبادي ومن الحشد ومن هذا المجموعة البائسة. لكن على العموم يا سيدي، الحكومة تتعمد وليست عاجزة. لا يمكن أن يوصف هذا العمل بأنه عجز حكومي، متعمد هذا العمل من أجل إذلال أهالي الموصل وإيصال هذه الرسائل أنه أنتم يا أبناء الموصل كلكم تكفيرين، كلكم دواعش، مع العلم أنه إحنا شفناهم في أكثر من حي وفي أكثر من مكان في المدينة كلها يا سيدي، تم قصفها بكل أنواع الأسلحة، واستمرت هذه لمدة 9 أشهر عمليات المعارك داخل الحي. نعم. داخل المدينة. فهذه يا سيدي كانت عملية منظمة، وما يجري الآن أيضا منظم. الحكومة تتعمد يا سيدي، وأقولها لكل أهلي وناسي في الموصل العزيزة، أنا ابن الموصل يا سيدي، تعمد من قبل حكومة العبادي البائسة هذا الإذلال وهذا الدمار، ويراد أن توصل حالة الناس إلى اليأس من أجل مغادرة العراق. يريدون بأي وسيلة يا سيدي، اللي يريد يسوي انتخابات ويقول صار 3 سنوات، ليش ما عادوا اللاجئين والمهجرين قبل هاي الفترة؟ نعم، وش ينتظرون هاي 6 أشهر؟ الانتخابات أهم أم المواطن؟ لا يا سيدي، بالنسبة لهذه الحكومة أبناء هذه المحافظات ليسوا مهمين وليس في أولويات هذه المجموعات البائسة اللي أنا أسميها نفايات إيران. ليس في أولويات هذه المجموعات البائسة من العبادي وكل الأحزاب الشيعية أن تستقر المحافظات المنكوبة وأن يعاد فيها الأمن والأمان وأن يعود أهاليها كما هو مطلوب في أي حالات حروب صارت في المنطقة، لكن متعمدة. ويراد أيضا يعني حتى إذا تحدثنا بهذه اللغة، ماذا فعلت الحكومة المحلية؟ يعني الأحزاب التي تدعي بأنها تمثل أهل السنة، ولا شيء يا سيدي. كل ما هناك أخي عمر، حتى أكون معك واضح، نعم، صدقني كل ما يدور الآن حتى في موضوع الانتخابات ما هو أهل الموصل وباقي المحافظات اللي منكوبة على أساسهم وراء عملية تأجيل الانتخابات، يعلمون علم اليقين أن المحكمة الاتحادية لا تقبل، هذه المحكمة الغير شرعية لا تقبل لا بتأجيلها ولا بتمديدها ولا بأي طريقة، لكن هذا كله من أجل الضحك على أبناء الموصل وتكريت والأنبار والفلوجة، أنه شوفوا ترى إحنا دا نحاول، وإذا ما وافقوا غصبا عنهم راح يدخلون العملية السياسية والانتخابية، وإيران ستجد في هذه المناطق مجموعة من العملاء الذين سيقدمون في قوائم الترشيح وسينتصرون على هذه المجموعات البائسة اللي حد الآن ما قدم شيء لأبناء هذه المحافظات. نعم دكتور فاطمة، شاهدنا في التقرير هناك تخوف من أهالي الموصل من انتشار الأمراض كالطاعون بسبب هذه الجثث المتفسخة في المدينة القديمة. كيف تقرأين انعكاسات هذه الجثث من الناحية الصحية والبيئية على المدينة وعلى سكان المدينة؟ نعم، يعني بالتأكيد يعني وجود مثل هذا العدد الكبير من الجثث في منطقة في الموصل، يعني كما نعرف يعني ان يعني الجسم الإنسان يتعرض للتحلل بعد وفاة الشخص. هذا التحلل في مثل هذه الظروف، عدم دفنه في الأماكن في تحت الأرض، سوف يعرض المدنيين إلى انتشار الأمراض الناتجة عن تكون البكتيريا. هناك أنواع كثيرة، ليس فقط الطاعون الذي سوف يعني قد يسبب كارثة، هناك الجمرة الخبيثة، هناك أمراض أخرى سارية ومؤدية قد تؤدي إلى تلوث المياه، تلوث التربة، كل هذه تؤثر بصورة كبيرة على حياة المدنيين، بالإضافة طبعا لا ننسى الروائح الكريهة. أيضا هناك الـ يعني الحيوانات
أجلكم الله التي سوف يعني تقتاد على هذه الجثث. طبعا يعني الكارثة كبيرة جدا بكل معنى الكلمة، وهي تدخل في إطار إبادة أهالي الموصل، عملية إبادة أهالي الموصل المستمرة لحد الآن، لأن ترك الجثث بمثل هذه الطرق هو جريمة، هو جريمة، وسوف تؤدي إلى انعكاسات أكثر في المستقبل على البيئة وعلى البشر في الموصل. يعني الآن أهالي الموصل يعني لا توجد لديهم أي خدمات، أي نوع من الخدمات، ومنها المياه النظيفة. الناس يعني يحفرون الآبار من أجل أن يشربوا منها المياه. الجثث الآن في هذه في المناطق المتلوثة تؤدي إلى تلوث مياه الآبار، وبالتالي تسبب الأمراض إلى الناس الذين يشربون من هذه المياه، وأيضا حيواناتهم التي يعني تشرب من هذه الآبار. بالإضافة إلى هذا، عدم وجود يعني الكهرباء، وأيضا الكثير من الخدمات الصحية التي يعني تساهم في الحد من هذه يعني الكارثة. كل هذه عوامل متكاملة سوف تؤدي إلى تأثير كبير على حياة يعني البشر. الأمراض الجلدية، الكثير من يعني الأمراض التي بل بالعكس يعني هناك حتى ممكن أن تظهر أنواع من البكتيريا والفيروسات الجديدة يعني، والتي حتى تقاوم يعني المضادات الحيوية وغيرها من المضادات البكتيرية التي يتم استخدامها مع ضعف الإمكانيات الصحية الآن في العراق، وخاصة في الموصل بعد أن تعرضت يعني المراكز الصحية إلى التدمير، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير صحية أو إرجاع هذه المراكز إلى يعني الخدمة من أجل أن تساهم في تحسين الوضع الصحي للمواطنين هناك. كل هذه يعني تؤكد أن هناك يعني تعمد في قتل أهالي المرتفع. نعم، يعني أستاذ بهجت، كما أشارت الدكتورة فاطمة، هذه الأمراض التي سوف يعني انتشرت وسوف تنتشر في المستقبل القريب، إذا كارثة صحية وبيئية على المدينة، أضف إلى ذلك الأسلحة المحرمة التي استخدمت بقصف مدينة الموصل، والتي يعني سوف تبقى لعشرات السنين هذه الأسلحة كاليورانيوم. كيف تقرأ آثار هذه الأسلحة على مدينة الموصل، إن كان على المدى القريب أو المدى البعيد؟ شوف يا سيدي، أولا أنا الحقيقة الأخت الدكتورة فاطمة الآن كفت ووفت في مجال نقل هذه المعاسي التي تحدث الآن على أبناء الموصل، وهذا التعمد الحكومي والمدعوم إيرانيا على هذه المحافظات، هذه المحافظات المنكوبة أن لا تعود إلى وضعها الطبيعي منا العشرين سنة قادمة. يعني هذا المشروع مدروس يا سيدي، وعملية التي جرت على هذه المدن يا سيدي هي انتقام طائفي بامتياز، انتقام طائفي بامتياز. وأنا أسمع بعض الفضائيات الداعمة للمشروع الصفوي تقول أنه كل هذه الجثث هم للدواعش، على أساس أنه كل هذه، طيب حتى وإن كانوا للدواعش أليس دفن إكرام الميت دفنة؟ لكن هذه يا سيدي من باب الدجل. نعم. تم استهداف أبناء الموصل بكل ما للكلمة من معنى، بكل أنواع الأسلحة. 99% من هذه الجثث هم من الأبرياء من أبناء الموصل. يعني ما معقولة هي الدواعش فرضت على الناس أن يكون عندها لحية، أي واحد عنده لحية يعني صار داعش؟ لا يا سيدي. نعم. وحتى إذا كان داعش كما قلت تمام، لكن أوكي. يا سيدي يعني حتى لو اتفقنا معهم، وكما أشار الأهالي، حتى وإن كانت الجثث تعود لعناصر من تنظيم الدولة من داعش، فهذه لها آثار سلبية على المدينة وعلى الصحة وعلى البيئة، هذا ليس مبرر من قبل الحكومة. شوف يا سيدي، بما أنه هذه الحكومة طائفية وبامتياز، ومن أسوأ ما مر على تاريخ العراق، يعني إحنا ما يحتاج نقولها. نعم. أخت فاطمة يعني هو شنو اللي قدموه هذولا حتى للمناطق الآمنة، يعني هاي المحافظات الوسط والجنوب فيها ماء، فيها كهرباء، فيها خدمات، فيها صحة، ما هم كلهم مجموعة من السراق والفاسدين. نعم. فالآن صار بيها تكفيريين، فعلى هذه المحافظات اللي دمرت يا سيدي أن تعتمد على نفسها،
وتحاول بجهودها الذاتية وتعتمد على أبنائها من أجل التخلص من هذه الجثث وإعادة الوضع إلى جزء من الحياة الطبيعية. هو اللي ما قادر يشيل جثث يرجع المي في الموصل، نعم، يرجع الكهرباء، يرجع الرواتب، يعيد العمل، يشوف الناس كيف تعيش. لا يا سيدي، نعم، مشروع متكامل يراد بأكثر من مكان التدمير، وأنه حتى على مجال الماء والكهرباء والجثث هذه كلها يا سيدي مبررات لكي يدوم هذا، نعم، الظلم وهذا الدمار، وهم فرحانين وسعداء. نعم. صدقني دكتورة فاطمة العاني، أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كيف تقرؤون دور المنظمات الدولية في المساعدة بانتشال هذه الجثث والحد من انتشار الأمراض في مدينة الموصل؟ مع الأسف الشديد يعني المنظمات الدولية مقصرة ولن تتحمل مسؤولياتها تجاه أهالي الموصل. يعرفون جيدا وتأتيهم الأرقام عن أعداد الجثث التي يتم انتشالها. طبعا هذه يعني الأرقام التي يعني يتم الإعلان عنها، ومع هذا لا يتحركون. كل جميعهم نفضوا أيديهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، واقتصرت الآن يعني مشاركتهم على مجرد التصريحات فقط لا أكثر ولا أقل. يعني ماذا يضر التحالف الدولي أن يرسل يعني فرق إغاثية، خاصة وأنه هو مشارك في يعني العمليات العسكرية ولديه الإمكانيات؟ ماذا يضر الأمم المتحدة أن يعني أن توجه فرق إغاثية نحو هذه المناطق من أجل انتشال الجثث، كما يعني كما تعمل هذا مع المناطق التي تتعرض للنكبات مثل الزلازل والعاصير وغيرها؟ لا، هم لا يريدون أن يتحركوا، خاصة وأن الحكومة العراقية أيضا هي لا توجه يعني لا توجه أي نداء، لا توجه أي طلب، بل هي يعني تسكت وتتكتم على ما حدث لأهالي الموصل وعلى الجثث، ولا تقوم بدورها من أجل استدعاء مثل هذه يعني الفرق، ومن أجل أن تقدم الإغاثة وانتشال الجثث. أيضا حتى نداءات الاستغاثة التي تصل عن طريق المنظمات المدنية وغير الحكومية وأيضا المراكز الحقوقية لا تستمع إليها أي جهة دولية، لا الأمم المتحدة ولا التحالف الدولي. جميعهم تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه المدنيين، والتي هي كانت الأساس في شن هذه الحرب وهذه العمليات العسكرية. يعني هذا التخلي هل هو مقصود؟ هل هو مدفوع من قبل مثلا أو ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف يمكن تفسيره؟ نعم بالتأكيد، وكما قلت برجوع التكتم على حجم الجرائم التي ارتكبت في الموصل، يعني الأمم المتحدة مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع أن يعني أن تقوم بأي تحرك، خاصة الآن مع مجيء دونالد ترامب المعروف بتطرفه وعنصريته تجاه خاصة المسلمين وأهالي موصل المسلمين. إذا هي تدخل ضمن إطار يعني التوجه الرسمي للإدارة الأمريكية. إذا ماذا سوف نتوقع منهم غير أن يصموا أذانهم ويمتنعوا وأن لا يقوموا بأي تحرك يعني تجاه هذه إنقاذ أهالي الموصل من التي سوف تحل بهم؟ سوف ينتظرون حتى أن يتم يعني 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 سوف يعني تتكشف أكثر هذه الجريمة، ثم يقومون ببعض العمليات الإغاثية. أما الآن فلحد الآن لم نرى أي تحرك حقيقي وأي تحرك يعني موجه نحو أهالي الموصل في إنقاذ الجثث أو غيرها من الإغاثة. نعم، الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كانت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. قال ناطق باسم ميليشيا العصائب نعيم العبودي إن العصائب سوف تطعن في المحاكم اللبنانية بإصدار الأجهزة اللبنانية مذكرة اعتقال بحق زعيم الميليشيا قيس الخزعلي التي عممها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على المنافذ البرية والبحرية والجوية بطلب من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لدخول الخزعلي إلى لبنان بطريقة غير شرعية والقيام بأنشطة عسكرية. نتابع هذا التقرير. زيارة زعيم العصائب قيس الخزعلي انتهت منذ فترة إلى لبنان، لكن مفاعيلها لم تنتهي حتى اللحظة، لا داخليا ولا حتى إقليميا. فالرجل ما زال يتباهى بزيارته وبلباسه العسكري لمواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الحدودية ومرافقته للمقاتلين في عدة مواقع عسكرية، فهو يرى في زيارته تضامنا من ميليشيا العصائب مع ميليشيا الحزب، فالميليشيتان تتشاركان الزمالة في الحلف الممتد من إيران عبر العراق وسوريا وصولا إلى لبنان تحت عنوان محور الممانعة. نحن جزء من هذا المحور، في حالة ما أقدم الكيان الإسرائيلي مدعوم بالولايات المتحدة الأمريكية وأي من كان من خلفها فلا يعتقد فلا يتوهم أن حزب الله هو بمفرده، نحن جزء من هذه. في الداخل اللبناني كان التعامل مع الزيارة من شقين، الشق الأول كان أمنيا حيث طلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وبأوامر من رئيس الوزراء سعد الحريري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخزعلي، وعليه أصدر الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام وقوى الأمن الداخلي تعميما على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى الحواجز والدوريات الأمنية بوجوب توقيف قاسم هادي الخزعلي من مواليد مدينة الصدر في بغداد عام 1974. بحسب المذكرة الصادرة عن الأجهزة الأمنية لدخوله لبنان بطريقة غير شرعية والقيام بأنشطة ذات طابع عسكري. الشق الثاني كان سياسيا حيث ما زال التوتر والتصعيد بين الأطراف السياسية اللبنانية بسبب الزيارة يتفاقم، فالفريق المناوئ لميليشيا حزب الله سياسيا وجد فيها رسائل أمنية للداخل اللبناني وليس للاحتلال الصهيوني وعرض عضلات من الحزب لكل من يعنيه الأمر، مفادها أنه لن يكون بمفرده في حال نشوب أي صراع عسكري أو أمني أو سياسي داخلي أو إقليمي. ميليشيا العصائب ردت على القرار اللبناني بتوقيف زعيمها، حيث أعلن الناطق باسمها نعيم العبودي نيتهم تقديم الطعن في المحاكم اللبنانية ضد القرار الأمني الذي وصفه بالسياسي، وأكد أن الطعن سيكون مبنيا على أن زيارة الخزعلي للبنان كانت بجواز سفر عراقي وعن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت من دون أن يحدد إذا كان جواز السفر عائدا له أم لا، كما أنه نفى أن يكون الخزعلي قد ارتدى الزي العسكري اللبناني الرسمي الممنوع ارتداءه في البلاد لغير العسكريين الرسميين. ولمناقشة هذا المحور أرحب بالأستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي من لندن، وأجدد الترحيب بالأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل. أستاذ مازن، يعني زيارة قيس الخزعلي إلى لبنان في نهاية العام الماضي واليوم مذكرة إلقاء قبض بحقه من قبل القضاء اللبناني، كيف تقرأ هذه المذكرة القضائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الأخ بهجت وللمشاهدين. يعني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي لا أستغرب مثل هذا السلوك وهذا التصرف من قبل هذه الميليشيات ومن قبل قيس الخزعلي، لأن ينطلقون من منطلق أنه بيروت هي أحد العواصم التي تحكمها إيران، وبالتالي يشعرون أنه ما يحتاجون إلى جواز مرور وأنهم يتجولون براحتهم كون هذه المدينة وهذه العاصمة هي أيضا محمية إيرانية من خلال حزب الله اللي سيطر على المقدرات الأمور في بيروت. ولذلك يعني من المعيب أن يعترضون أو يقدمون مذكرة احتجاج على القرار اللي صدر، لأنهم يعرفون جيدا هو دخل بدون حتى جواز إلى لبنان من خلال ما هيأ له حزب الله من مستلزمات الدخول. وبالتالي أنا أعتقد هو هذه أيضا رسالة تعبر وتؤكد على عنجهية هذه الميليشيات التي تريد أن تقول أن يعني العصائب هي الحق يريدون أن يقولون أن قيس الخزعلي مثل ما يفعل بالعراق ما يشاء، هو قادر على أن يفعل خارج حدود العراق ما يريده أو ما يفكر به، وهذه دليل على عدم احترام سيادة دولة لبنان والاستخفاف والاستهزاء بالقوانين الدولية. وأنا أعتقد هذه هي الحقيقة، ليس المرة الأولى هذه الميليشيات تدخل إلى خارج حدود العراق بقدر ما هناك سوابق كثيرة، وحتى قيس الخزعلي معروف تاريخيا
التاريخ الإجرامي، يعني عام 2007 عندما اختطفت العصائب أهل الحق اثنين من الإنجليز وحراسهم الشخصيين، وكانوا في وقتها أعتقد على ما أذكر ألين مكميني وبيتر موت، وحتى تم قتل أحد الأشخاص مع الحرس، وبعدين ساوموا في عام 2009 من حتى يطلقون سراح قيصر الخزعلي مقابل اطلاق سراح بيتر مور في وقتها. اذا هي سياسه يعني ليس غريبه على عصابة اهل الحق، نتذكر ما ارتكبت من جرائم بالعراق ولا تزال ترتكب وحتى هذه اللحظه. فبالتالي انا اعتقد ينبغي على الحكومه اللبنانيه وينبغي ان تصر على هذا الاجراء، وينبغي ان يكون للانتربول دور في هذه المساله. لكن هل العراق او حكومه المنطقه الخضراء الذي هي حكومه ظل الى ايران قادره على ان تسلم قيس الخزعلي؟ نعم. انا اشك في ذلك. استاذ باجت، يعني دخول قيس الخزعلي الى لبنان في نفس السياق ما تفضل به الاستاذ مازن التميمي، الا يؤكد على سيطره ميليشيا حزب الله على المنافذ البريه والمنافذ البحريه وكذلك الجوية؟ بلا شك يا سيدي، تحياتي للأخ العزيز مازن التميمي. أخي عمر، هذه دول صارت فالتون بمعنى الكلمة، صدقني. يعني تصور قاسم سليماني يروح وين ما يريد، من البوكمال إلى دمشق إلى حلب إلى بغداد إلى جرف الصخر، وكذلك حزب الله وقيادات حزب الله. نعم. وقادة هذه الميليشيات السائبة. نعم. هذه المجموعات كلها يا سيدي بقرار إيراني، لا يراد في المنطقة أن تكون هناك دول، يعني. نعم. المشروع الإيراني في المنطقة أن لا تكون حتى دولة في سوريا ولا في لبنان، هكذا تكون العملية بهذه الطريقة. نعم. وبعدين إذا تذكر أخي عمر، هو لما راح إلى كفر كلا، المنطقة القرية الحدودية. نعم. على حدود إسرائيل، على أساس أنه يعني راح يريد تلبية نداء صاحب الزمان، هكذا قال. نعم. وأنه بعد الانتصار على التكفيريين، العدو التكفيري في الموصل، وكانت أيضا في وقتها يعني عملية سياسات سعد الحريري رئيس الوزراء النائب النفس. نعم. كل هذه جمعوها أن يريدون يقولون لهذه الحكومة أنه إحنا نصول ونجول ونتحدى. وتصور حتى يمكن ميشيل عون قال أنه يمكن هذا التسجيل قديم، وأنه دخل بدون موافقات أمنية، وحتى يعني ضاعت القضية على رئيس الجمهورية اللبنانية. نعم. بالنهاية أريد أقول حاجة واحدة أخي العزيز، لما هو يذهب إلى هناك ويقول أنه تلبية لنداء صاحب الزمان، وفي العراق يقول أنه نريد بناء دولة العدل الإلهي، أريد أفتهم هذه البائسين، هذه الوجوه الكالحة من قيس الخزعلي ولا حشد وقادة الحشد والحكومة، اجمعها كلها، هذه الوجوه اللي ما بها نور الله، هذولا يبنون دولة ولكن مو أنتم كلكم حرامية، كلكم فاسدين، كلكم أنهم مرتزقة وسرقتم البلاد والعباد، وهاي 15 سنة تحرقون بهذا العراق من البصرة إلى زاخو. عن أي دولة عدل إلهي وعن أي دولة لصاحب الزمان؟ يعني ما يطلع صاحب الزمان إلا في زمن الحرامية والفاسدين والسراق يا سيدي. نعم. أستاذ مازن، يعني عندما زار قيس الخزعلي لبنان كانت الزيارة بهدف دعم حزب الله والقيام بأنشطة عسكرية كما أشار الميليشيا في ذلك الوقت، ما هي الأنشطة العسكرية التي يمكن أن تقدمها ميليشيا العصائب في لبنان؟ بالنسبة لميليشيا عصائب أهل الحق وكل الميليشيات بالعراق اللي مرتبطة بإيران، هي حالة واحدة عن حزب الله، لا تختلف، فهما كلهما كل منهم يكمل الآخر، وكل منهم يساند الآخر، وكل منهم يقاتل في خندق الآخر. وبالتالي يعني حتى في العراق هناك عناصر قاتلت من حزب الله داخل بالعراق مع جنبا إلى جنب العصائب، وكذلك في سوريا. فبالتالي كل هذه الميليشيات التي هي مرتبطة بإيران والتي يقودها قاسم سليماني، كلهم يعتبرون أنفسهم حالة واحدة. ولذلك بالنسبة إلى القيس الخزعلي عندما ذهب إلى لبنان يشعر أنه ذهب وكأنه بين عصائب أهل الحق، لأنه حزب الله لا يختلف عن عصائب أهل الحق لا بالتوجه ولا بالأهداف ولا بالمنهج. فبالتالي هي رسالة للبنان ولكل العالم بأننا حالة واحدة، وكل منا يزور الآخر متى ما يريد ويتصرف وكأنه في داخل بيته، وهذا ما فعله قيس الخزعلي. ولذلك عندما يذهب قيس الخزعلي، ومثل ما ذكر الأخ باجت أنه قاسم سليمان يتجول بالعراق في كل المحافظات وفي سوريا وربما في لبنان،
لأنهم يعتبرون، وقالها حسن نصر الله، قال لبنان ليس دولة، نحن دولتنا هي دولة ولاية الفقيه، ونحن نأتمر بأوامر ولاية الفقيه، وهذا نفس الشيء يردده الميليشيات الموجودة في العراق، أنهم مرتبطين بدولة إيران، وحتى لو حصل احتكاك أو حرب ما بين العراق وإيران سيقاتلون في خندق إيران ضد العراق، مثل ما فعلوا أيام حرب القادسية في الثمانينات عندما قاتلوا مع إيران ضد العراق، وهم الآن من يتسيد الحكم في العراق. هؤلاء لا يفكرون بحقيقة، يعني بحقيقة يجب أن يفهمها المواطن العربي، هؤلاء يريدون حتى الإسلام، يجنسون الإسلام بدين فارس أو بدين طائفي مثل ما تريده إيران، وهؤلاء بيادق تحركهم إيران لزعزعة أمن الأمة. وبالتالي قيس الله خالد علي ما قام به هو يعرف جيدا مسبقا أنه سيدخل لبنان ويخرج من لبنان محميا وبدون مساءلة، وربما حتى هذه مذكرة إلقاء القبض ذر الرماد بالعيون، لأنه رئيس الجمهورية يعلم بهذه الزيارة، والحكومة اللبنانية ربما تعرف، لأنها تعرف أن حزب الله يحمي هذه، وفر المظلة لهذه الزيارة. فأنا أعتقد هي رسالة للعرب بأنه هذه الميليشيات يدها تطول، أي لكل دول العربية، وعلى العرب أن يفهمون، أو حكام العرب أن يفهمون هذه الحقيقة. ولذلك ما جرى ويجري وربما يجري مستقبلا زيارات أخرى من قبل قيادات الميليشيات إلى لبنان وإلى سوريا ليقولوا للعالم بأننا حالة واحدة، ونحن كلنا فريق واحد يأتمر بأوامر ولاية الفقيه، ونفتخر أن يكون قاسم سليماني هو من يقود هذا الفريق. نعم أستاذ بهجت، يعني المذكرة جاءت بعد أوامر من رئيس الوزراء سعد الحريري بوجوب توقيف قيس الخزعلي وإعطاء أوامر إلى كل المنافذ، أليس من المفترض أن يتم توقيف قيس الخزعلي عندما كان في لبنان؟ يعني هناك من يقرأ أن هذه المذكرة جاءت بعد ازدياد الخصومة بين الحكومة وبين حزب الله، هناك صراع سياسي وهناك معادلة إقليمية في المنطقة. شوف يا سيدي، يعني أنا يمكن ذكرت أنه في تصريحات لميشيل عون رئيس جمهورية يقول أنه هذا الفيديو قديم وأنه داخل بطريقة غير رسمية. ويا سيدي دولة يراد على نموذج لبنان أن يكون كل المنطقة، العصابات والميليشيات وحزب الله هو الحاكم الفعلي فيها، وهذا يجب أن يقال، وهذا هو النظام الذي يسير عليه إيران في المنطقة، وحالة سوريا وحالة العراق حالة اليمن، هذا هو نظام الفوضى. وأنه لا يراد أن تقام في هذه المناطق الدول، ولا يقبلون الإيرانيين بأن تقوم دول، يريدوها دول عصابات تنفذ مشاريعهم. وأقول للأخ العزيز، الأخ العزيز مازن التميمي، وإلى كل مشاهدي الرافدين، يعني هذا الدجل لقيس الخزعلي، قال في الفيديو أنه لتعلم إسرائيل وأمريكا أنه حزب الله ليس وحده في هذه المعركة. ما شاء الله، شلون رسالة قوية يا قيس الخزعلي، لما أنت يا رجال ما تقول لي هاي السفارة الإسرائيلية الأمريكية في بغداد وفي المنطقة الخضراء، القوات التحالف تحميكم، أي دجل، وعليه من تضحكون بعد هذا اليوم؟ يلا ما تضرب لي طلقة على السفارة الأمريكية الصهيونية اللي موجودة في المنطقة الخضراء إذا أنت زلم. لو هي هذه الشعارات يا سيدي كلها في باب الدجل، أخي العزيز عمر صدقني كل هذه العصابات تتحرك بقرار أمريكي وبعلم أمريكي وبدعم أمريكي، وأن هذه الإيران ما هي إلا رافعة للاحتلال الأمريكي، وكل هذا مدفوع الثمن يا سيدي من أجل إذلال أبناء هذه المنطقة من لبنان وأنت ماشي إلى جزيرة العرب وإلى الخليج العربي. نعم أستاذ مازن، يعني حادثة أو مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء اللبناني بحق قيس الخزعلي تذكرنا باعتقال فلاح السوداني وزير التجارة الأسبق في بيروت نهاية العام الماضي، تحديدا في شهر سبتمبر، يعني لأن كان هناك طبعا مذكرة صادرة من أنتربول وتم اعتقاله في مطار بيروت. يبدو أن لبنان أصبحت مرتعا لغسيل الأموال، مرتعا لزيارات لزعماء الأحزاب ولزعماء الميليشيات في العراق إلى هذا البلد إلى لبنان. لماذا لبنان يتم يعني استهدافه في هذه الزيارات وفي هذه الأموال المستثمرة هناك؟ لأنه من يحكم لبنان هو حزب الله الذي هو جزء من المشروع الصفوي، جزء من مشروع دولة ولاية الفقيه، وبالتالي هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني أنه حزب الله هو من يتحكم بالأمور
في 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 بيروت وفي لبنان بشكل عام، وبالتالي اختيارهم الى دوله لبنان من حيث تهريب الاموال الى لبنان او من خلال الزيارات التي تقوم الى لبنان هو دليل على انه الحلقه الاسهل والافضل لهذه الميليشيات ولايران ان تكون في لبنان، لان لا تزال لبنان بيد او تحت سيطره حزب الله، ولذلك اختيار لبنان لم يكن اعتباطا بقدر ما انه مفروغ منه انه ايران محكومه من قبل حزب الله، وبالتالي بغير مباشر بشكل غير مباشر هي محكومه ايرانيا، ولذلك هذه الحقيقه يعلنها حزب الله ويعلنها حسن نصر الله امام الملا، ويعرفوها القيادات اللبنانيه، كل القيادات اللبنانيه تعرف دور وتاثير حزب الله سواء على الامن على القضاء على السياسه، يستطيع ان يسحب البساط من الحكومه متى ما يريد، وحتى ميشيل عون جاء الى سدة الحكم الى رئاسه الحكم من خلال قطار حزب الله، فبالتالي هذه هو الهدف من اختيار لبنان، ويعرفون انه ربما في دول اخرى قد تستطيع غير قادره الميليشيات ان تهرب الاموال وتكون محميه مثل ما تكون محميه في لبنان، ولذلك هذا هو السبب الاول، ولذلك عندما ينطلقون انه جاء لتلبيه نداء صاحب الزمان على 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 من يضحك قيس الخزعلي؟ اي نداء؟ اين هم من 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 دور المخابرات الاسرائيليه في العراق التي تسرح وتمرح؟ لم نشاهد يوما ما العصائب او الميليشيات تصدت الى جنود الاحتلال وتصدت الى المخابرات الايرانيه، كل بنادقها في صدور العراقيين. هذه ضحك على الذقون، ربما هذه يراد منها ان يقولون للعالم انهم مقاومه وهم بعيدين عن المقاومه، هم ارهابيون يستهدفون العرب والعراقيين، وقد قتل من العراقيين على ايدي هذه الميليشيات اكثر من كل الارقام التي ممكن ان تدور في بال اي واحد، ربما يعتقد البعض ان هؤلاء كانوا يقاتلون الاحتلال عندما كان موجود. نعم. هم كانوا يعلنون انهم رافضين للاحتلال ويشاركون في حكومات الاحتلال. نعم. من 2003 ولغايه الان. استاذ بهجت، يعني كيف تقرا رد بيان للعصائب بأنها تنوي تقديم طعن في هذه المذكرة القضائية الصادرة من لبنان، وبأن قيس الخزعلي دخل إلى لبنان بجواز سفر عراقي وعن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت؟ يا سيدي، إذا هم راح يقدمون الطلب إلى ناس داخل حزب الله، وهذول لو في مجال القضاء لو في مجال القانون، وأكيد لأنهم علاقاتهم وتعرف يعني هم راح بلا أدنى شك راح يتعاملون مع حزب الله اللي هو ده يحكم لبنان فعليا، وقاسم سليماني يا سيدي يعتبر أمير من أمرائهم، فلا أستبعد هذا. وأقول حتى بالمناسبة أيضا أخي عمر، يعني هذه المجموعة البائسة، لما أقول لا تريد إيران أن يكون في هذه المناطق دولة تعيد الحياة الطبيعية إلى أبنائها وإلى ناسها، يا سيدي هذا مو العبادي. العبادي مو قبل شهر كان يقول الحرب على الفساد بعد الانتصار على الدواعش مقدسة، وأن هذه المعركة ستكون، وأن هذا المحاسبة جاية. أريد أسأل أبناء الشعب العراقي وين هذا الحساب؟ يلا خلي واحد يقول لي وين هذا المشروع مع محاسبة الفاسدين؟ مو الأولى أن تحاسب الفاسدين قبل أي انتخابات؟ حتى نعرف من سرق أموال الشعب العراقي، وين راحت أموال الشعب العراقي، من الذي أتى بالدواعش إلى العراق كما يدعي العبادي، وكل هذه إذا تم الآن أقول لك نعم ممكن أن يكون في العراق انتخابات وديمقراطية، ولكن أقولها بصراحة قاسم سليماني وخامنئي يكسرون رجلة للعبادي إذا يحاول يفتح ملف الفساد قبل الانتخابات، هذا واضح يا سيدي. نعم. كل هذا في باب الدجل. الأستاذ بهجت الكردي الناشط العراقي المستقل، والأستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي من لندن، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.